هل الفطر في رمضان يعتبر حرية شخصية؟ فالذي يقول إن الإفطار في رمضان أو يقول أن الشخص لا يصلي أو يصلي ويقول يصلي عفوا لا يصلي وهي حرية شخصية، انسلاخ من الدين، انسلاخ من الدين. فالمنسلخ من دين الله سبحانه وتعالى سيكون ليس بمسلم. الذي يقول أنا مخير، إذا ربي أمرني بأي أمر آخذ أو أترك، إذا نهاني ربي عن أي أمر أفعل أو لا أفعل. يا ربنا نهى عن الزنا، وقال الزنا حرية شخصية، ما دمت أنت مطرد أنت وهي، ففي هذه الحال يكون منسلخا من الدين ويصل بأقواله هذه إلى الكفر إلا أن يستتاب، إذا كان جاهلا يعلم. لكن الذي يقول إن أوامر الله كل أوامر الله، الذي يريد أن يأخذها يأخذها، يريد أن يتركها يتركها، فهذا ليس بمسلم. المسلم من معاني الاستسلام لأوامر الله، ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا الفارق بيننا وبين الليبراليين، الناس تقمصوا قميص الضلال، قميص الليبرالية التي يقول أهلها أنت حر ما لم تضر. بمعنى ما معنى أنت حر ما لم تضر عند الليبراليين وغيرهم؟ يعني من معانيها يعني من توابعها أنك إذا أحببت أن تشرب الخمر تشرب راحتك ما لم تضر أحدا. ونحن كمسلمين عبيد لله لا يصلح لنا ذلك، لا في الخلوات ولا في الظاهر أمام الناس. ففي فارق بين عبد الله وفي فارق بين عبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إلى هوى واه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهذا الذي ذكرته أنت يلزمنا أن ننبه على معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله، المتضمن أيضا العبودية لله سبحانه وتعالى. فنحن عبيد لله لسنا بأحرار. الذي يريد أن يكون حرا سينسلخ من الدين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذا وعن دخول الدين في ما في شؤون عفوا الدين يشمل أمور الحياة. فالله يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هو الذي قال وحل الله البيع وحرم الربا، هو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالذي يريد أن يكون مسلما ممتثلا لأمر الله سيمتثل هذه النصوص. الذي يريد أن يكون كافرا يعلن عن كفره بربه، يعلن عن كفره بربه حتى تنسحب عليه أحكام الكفار، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتتعامل معه الشريعة الإسلامية بما يصدر منه والعياذ بالله من الكفر.